لا نشوف كده إلى حد ما. آه بس مش ده السبب. لكن أنا النهاردة يمكن استعرضت معاكم في خضم الأحاديث بتاعتنا مجموعة من الأمثال الشعبية والأكلات اللي هي مستمدة من العمارة الإسلامية. إيه ده يا دكتور؟ هو الأكل والأغاني ليها دعوة بالعمارة الإسلامية؟ تخيل. طيب أنا عندي هنا 10 صور، صح؟ 10 صور. ال10 صور دول كل واحدة منهم بتعبر يا أكلة يا مثل شعبي يا أغنية. تعالى كده نختبر ثقافتك الشعبية. اللي يعرف أي صورة منهم يقول لي الرقم وياخد هابي فيس. أنا شفت هند رفع إيديها الأول. أيوة يا هند، وبعد كده زهرة. انا اعرف منهم 5، دي الشركسية، و4 الباب يفوت جمل. بالراحة بالراحة، مش كله انتي، مش كله انتي، ادي فرصة لغيرك. انا اسف. اه ايوه يا هند، رقم 5 الشركسية. طب ايه دي علاقتها باللي احنا اخدناه؟ الشركسة اللي هما اللي كان ناس العثمانيين، قعدنا نتكلم الشركسة، على الاصول بتاعت الناس. الشركسة مش العثمانيين يا هند، انتي اخوكي بيساعدك لازم. ايوه. اه اه بس اللي عارفها ان هي البابي فوت جمل، هو قال لي هو على الشركسة. لا يعني انت اخوكي قاعد جنبك وبيغششك، مش عشان خدها في الام اس اي يبقى يجي يساعدك. لا يا ماما عيب، خليه ينطق خليه ينطق، انا سامعه. لا ما بغشش، لا ما بغشش، انا قاعد جنبيها بتفرج بس. ايوه يا زهره، هو انا كنت اقول رقم 4 برضه، بابي فوت جمل. 4 الباب يفوت جمل، صح. الاء رقم 7، انت هتفتح عكا يا خي. رقم 7 وانت هتفتح عكا يا خي. مين اللي فتح عكا يا الاء؟ صلاح الدين. لا يا الاء مش صلاح الدين قطز. ولا قطز. حد منهم سويت. اه ده حتى بعد قطز كمان. زهرة. المماليك. ايوه حد من المماليك. مين ايوه بقى؟ ايوه مماليك قدام. ده انا قلت لكم عليه اصلا المرة اللي فاتت. ايوه نسيت. لا مش فاكرة الحقيقة. اللي هو هو اخر واحد حد من قلاوون تقريبا. ايوه برافو يا الاء، محمد ابن قلاوون. السلطان الناصر قلاوون كان عايز يتحرك الجيش، وفعلا بقى اسس الجيش وكونه واعده، وبعدين قبل ما يتحرك قلاوون مات. ابنه محمد ابن قلاوون هو اللي راح فتح عكا بالفعل. ومن كتر صعوبة عكا اللي هي استعصت على المسلمين قبل كده، واستعصت على الصليبيين، واستعصت على التتار، واستعصت على كل الحكام، لحد ما كانش فاضل في كل فلسطين إلا ولاية عكا الوحيدة اللي متبقية، ما نجحش يفتحها إلا مين؟ إلا الناصر محمد ابن قلاوون. ما اعرفش. طيب هند عارفة؟ كل الشيخ طريق. اه كل شيخ طريقة، ماشي يا اخوي. كل شيخ وليه طريقة. وده مثل شعبي موجود، انه بيبين لك ان من كتر الطرق الصوفية اللي موجودة اصبح ان كل شيخ ليه طريقة للوصول الى الله مختلف عن طريقة الشيخ التاني، فاصبح ده مثال على التنوع والتعدد. ايه ساكن في حي السيدة وحبيبي جاي في سياحة كده. ايوه دي بس مش اخوك اللي مساعدك فيها، ماشي. دي حي الغورية، وحي الغورية ده جاي من القنصوه الغوري. ففي أغنية بتقول ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وفي أغنية تانية بتقول إيه يا رايحين الغورية هاتوا لحبيبي هدية. طب كده بقى عقابا ليكي لازم تغنيها بقى طالما أنت عارفاها. يا دكتور الواحد صايم ما تخلوش يغني. طب مشيها، خلي أخوكي هو اللي يغنيها. يلا يلا غني. يعني مش راضي يغني.
السيدة وحبيبي سيدة وحبيبي ساكن في الحسين. الله عليك. ماشي طيب. ها رقم ستة الصوفيين لما كان الناس ما بيرقصوا ايوه بيقولوا ايه في اللقطه دي في رقم ستة بيقولوا مدد مدد يا شيخنا مدد مدد. طيب ايوه في مثل بيقول لك تحت القبه شيخ لان من كتر ما الاضرحه بقت موجوده في عصر المماليك فاصبح ان القبه بما ان هي ضريح تحتها لازم يكون مدفون شيخ صالح فاصبح ان تحت القبه شيخ. طب ورقم تسعة ايوه الكوسه بالكوسه كوسه كوسه. اوكي فادي مجموعه من الامثال والاكلات الشعبيه. طب يختي لا مش هو قريب من يختي بس ما هوش يختي. ايوه قربنا من ايه من حاجه اسمها يا خراشي. تسمعوا عن كلمه يا خراشي؟ لما حد بيقول ايه يا خراشي. يا خراشي ده كان شيخ الازهر وكان في الدولة الفاطمية وكان معروف ان هو بيناصر المستضعفين فأي واحد يكون في ضائقة او في مأزق بيستغيث بالشيخ الخراشي وينده عليه يقول يا خراشي فأصبحت ايه دي المقولة الشهيرة للستات كل لما تشوف حاجة مزعجة او حاجة مفزعة دي كلها. هل يا ترى بعد اللي شفناه ان الجولة التفقدية ده ايه الجوامع والمساجد في مصر هي حجارة ولا أرواح؟ الباب بتاع السلطان حسن. يبقى احنا هنا بنتكلم على أنواع معينة من الاستخدام. يورد المؤرخ العظيم ابن إياس هذه الأبيات في كتابه بدائع الزهور والتي كتبها شاعر مصري مجهول تعليقا على بناء الملك المؤيد جامعا ضخما أنفق عليه من مال حرام فقام ابن إياس بتعداد مصادره وانتشرت الأبيات بين الناس فشنعوا على السلطان وخاضت به ألسنتهم وكما يقول المؤرخ ابن تغري بردي بلغت هذه الآيات جميعا السلطان وأنشدت بين يديه وصار لها في البلد أمر كبير. وفي كتاب آخر في كتاب الشعر الشعبي الساخر في عصور المماليك يضع الدكتور محمد رجب النجار هذه الواقعة في سياق أوسع ليتحدث عن ظاهرة قيام حكام مصر ببناء الجوامع بمال جمعوه بطريق الظلم والعدوان والمصادرات. عندنا ثلاث تعبيرات مختلفة للعمارة درسناهم في الكورس ده حتى الآن. أولا العمارة كمحور للحياة ودي اللي اتكلمت فيها ريم باسيوني وعندنا العمارة كانعكاس للثقافة وده اللي اتكلم عليها باي وعندنا العمارة كأداة سياسية ودي اللي اتكلمت عليها مارو. طيب وأنا بقول إيه؟ مش عارف. ابن خلدون بيقول الجملة الجميلة دي الملك بالجند والجند بالمال والمال بالعمارة. يعني هو هنا بيتكلم على بعد كمان رابع بيربط السلطان وبيربط العوامل الاقتصادية ويربط الأمور المالية بالعمارة. وفي عندي مقولة تانية في عندي مقولة تانية بتقول إيه المقولة دي؟ إن الحروب تذهب هباء لو لم نسجلها ونخلدها بالعمائر فلا وباء يقتل العمائر ولا غدر يختالها. العبارة ده اللي هي وردت على لسان شائد العمائر. فإذا مشيد العمائر وعلاقة العمارة بالأبعاد المختلفة سياسة واقتصادا وحياة وحبا وثقافة باسمه The Serenity of Mosque. والسيرينيتي دي الكلمة الشاملة اللي بتعبر عن السكينة واتكلمنا عليها في البيوت. فالسؤال اللي كان بيطرحه الاستفتاء ده ليه في بعض الأماكن أو بعض المساجد أو بعض دور العبادة بتخشها تشعر فيها بسكينة وهدوء وتحس ان انت عايز تقعد في المكان ده تستجم وتتأمل وتستريح وتسترخي لساعات وساعات وساعات وليه اماكن اخرى لا تستطيع ان تكاد ان تبقى فيها اكتر من خمس دقايق وانت قاعد مش على بعضك ونفسك تنط تفط من المكان ده. هل ده ليه علاقة بالتصميم وهل في عناصر تصميمية معينة زي الإضاءة زي تسلسل الفراغات زي درجة الحرارة زي التهوية زي الموسيقى زي الهدوء زي إيه العناصر المعمارية اللي ممكن تخليك تشعر بالسكينة
وهل هي فقط عناصر مادية ولا فيها عناصر أخرى غير مادية نستطيع أن نستشفها من تصميم المساجد. وكنا طبقنا الكلام ده على كل المساجد اللي درسناها زي ابن طولون والمؤيد والأزهر والأقمر والحاكم والسلطان حسن وقلاوون. نعرف بقى إيه اللي حصل؟ أكيد كلنا قاعدين بنقول طب ما إيه العظمة اللي كانت موجودة في العمارة الإسلامية القديمة ده إيه؟ وإيه اللي حصل لها النهاردة؟ فنيجي نبص من بعد عصر محمد علي والمشروع التغريب بتاعه، نبص نلاقي أن عمارة 1850 ل1950 اللي هي فترة الخديوات وفترة الملكية في مصر، كان شكل المباني والعمارة في مصر زي ما أنت شايف كده. أي طراز ده؟ طراز إسلامي ولا طراز غربي؟ غربي. طراز غربي بالكامل، مستوحي كل أفكاره وعناصره ومفرداته وتفاصيله من العمارة الغربية، حتى أن وسط البلد بالكامل جاب لها المعماري الإيطالي والمعماري الفرنسي اللي خططوا باريس وروما، وطلب منهم الخديوي إسماعيل أن هم يخططوا له مش بس شوارع وتخطيط وعمران القاهرة الخديوية، بل وأيضا المباني التي تكون موجودة فيها. يعني إذن الانبهار في الغرب من 1850 ولمدة 100 سنة كان محاولة ونسيان وفقدان كامل للهوية اللي موجودة في تراثنا وتاريخنا، اللي كان مفروض تكون متصلة بما أننا وصلنا لمرحلة الزخم العمراني القوي اللي في وقت المماليك وكان ممكن نبني عليه ونستمر، إلا لسبب ما من احتلال بريطاني ثم انفتاح على الغرب بالتأثير الفرنسيين وبتأثير الحكام المصريين اللي تعلموا في الغرب، وجدنا أن حصل فجوة زمنية قاتلة خلت العمارة في مصر فقدت البوصلة بتاعتها فجأة وأصبحت مش متصلة ولا متسلسلة من حيث انتهت العمارة القديمة. علشان كده من 1850 ل1950 ده كان شكل العمارة في مصر، بس نقدر نقول على الأقل إن كان ليه هوية وليه شكل معين وإن كان مش مستمد من الواقع بتاعنا. طب ومن 1950 يعني تقريبا من قيام الثورة دي الفترة الناصرية، بالتحديد الفترة الناصرية فترة الانفتاح اللي هي كان النموذج السوفيتي والنموذج الاشتراكي هو السائد والمسيطر على الساحة السياسية في مصر، فكان الرغبة في تمويه وتمويع فئات الشعب وإعطاء انطباع بأن كل الشعب سواسية كان بيخلينا نطلع عمارات علب السردين وعمارات الماتش بوكس اللي احنا شايفينها دي، اللي هو كله شبه بعض وشبه بعض وشبه بعض وشبه بعض، كله رأسيات مساكن شعبية مساكن شعبية مساكن اقتصادية مساكن محدودي الدخل مساكن متوسط الدخل، كله على نمط واحد وكله نمط تكراري، لدرجة أن المستخدم أو الحقيقي اللي بيستفيد بالعمارة فقد هويته وأصبح أنه هو يقفل الأجزاء المختلفة اللي موجودة في العمارة، فتميع فيها اللي كان مفروض تبقى سواسية بقت فيها التميز عن طريق استخدام الفراغات بالطريقة اللي تناسب كل فرد واحتياجاته الأسرية. فلو البلكونة ملهاش لازمة تتقفل، ولو محتاجين نعلي دور نعلي، ولو محتاجين نعمل عشة فراخ نعمل، ويطلع عنها إيه المستويات والمناظر اللي شفناها في العمارة ده. بس ننتقل بقى لمرحلة من 2000 وحتى الآن. طب احنا النهاردة الملامح بتاعتنا ايه؟ انا عايزك كده تبص في الصور وتقول لي، انت قلت لنا يا دكتور لحد عصر المماليك كنا متأثرين بالعمارة الإسلامية، ومن 1850 لحد 1950 بالعمارة الغربية، ومن 950 لحد 80 واخر عهد السادات كنا متأثرين بالنموذج الاشتراكي الشيوعي السوفيتي. طب احنا النهاردة فين؟ ملناش هوية. هو ايه الطراز ده؟ يعني شيء مؤسف. هنا مفيش طراز اصلا. مفيش طراز، مش كده؟ يعني لما يقول باي ان العمارة انعكاس لثقافة المجتمع، فلما يكون عندي التخبط المعماري ده مش ده دليل على ان المجتمع نفسه برضو متخبط؟ لو كنا امنا بمقولة ان العمارة انعكاس للمجتمع. وخدهم واحدة واحدة، قول يا هند. يعني مثلا في المسجد الاولاني ان ايه، ان انا عندي عماره عالميه، عماره كونيه. لا سوري، دي اشبه بهوليوود، اشبه بديزني لاند، اشبه بفستيفال، بمدينه العاب ملاهي، بس ما هياش ليها علاقه باي طراز من طرز المعماريه المدروسه على اسس هندسيه. طيب انت حضرتك زعلان من العلمين ده ليه؟ طيب ايه المشكله فيه؟ الإزاز ده
هو ده اصلا ده جامع ولا كنيسه؟ مش باين عليه. طب هو دي مبنى عثماني ولا مبنى مملوكي؟ دي جوثيك. دي حاجه بالظبط كده. والفولت ده القبو ده ده فولت اسلامي اصلا ولا فولت قوطي؟ قوطي. يبقى انا الحقيقه انا عاجز عن فهم ايه المودرنايزيشن في ان انا اعمل جامع ما هوش لا جامع ولا كنيسه ولا قديم ولا جديد ولا ازاز ولا حجر. هو انت عايز تقول ايه بالظبط؟ هو انت عايز تقول ان انا شاطر وعايز ادمج القديم مع الجديد؟ انا اعتقد ان انت فاشل فشل ذريع، ويا ريتك كنت اشتغلت على طراز تقليد وطلعت نسخه طبق الاصل من اي حاجه، ولا ان انت عملت لي الابداع الفني ده. طب وهنا؟ طب ما هو ده مبنى بتاع معماري مشهور وجميل جدا، ايه المشكله اللي فيه؟ هو حلو، ما تقدرش تقول ان هو وحش، والطراز السائد عليه هو طراز فرعوني. لكن اللي بتستوقفني هنا اللي هو في اللي فيه زهره اللوتس، اللي انا بستوقفني هنا هو مبنى المحكمه ده مش مفروض يعبر عن قيمه معينه؟ ايه القيمه اللي المفروض يعبر عنها؟ فاذا المفروض ان الطراز المعماري اللي استخدمه يدل على مرحله زمنيه كان سائد فيها ايه؟ العدل. هو واخد القبب اللي هي السيمي دومز دي من العثماني، وواخد الارشز اللي هي الكذا ليفل دي من المملوكي. برافو. وبعدين واخد بقى المنرت بتاعتها دي حاجه تالته خالص، مش شايفه اخرها، بس هي تقريبا كانت حاجه اصلا ما لهاش علاقه باي طراز ولا حاجه. ده عك في عك بصراحه، ده عك السنين يعني. طبعا كنا زمان بنبص على جامع الحصى يقول الله ده جامع شكله اسلامي ولذيذ وبتاع، لكن بعد لما فهمنا التفاصيل ابتدي اقول لك ايه ده، هو دي قبه مركزيه صح؟ القبه المركزيه دي في انهي طراز؟ في العثماني، وحواليها اربع انصاف شايلاها. امال ايه المربع الكيوب اللي متشال عليه القبه ده؟ يعني ده خرسانه، يبقى ده مش ده الكونستراكشن ولا ده الستايل بتاع البلان اصلا. طب ايه تاني؟ طب ايه عرايس السماء اللي حوالين الجامع دي؟ مش دي من العصر المملوكي؟ طب يبقى ايش دخلها على العصر العثماني؟ طب بلاش دي. طب ايه الزخارف اللي على القبه من فوق دي؟ مش دي زخارف عثمانيه والقبه دي ايه؟ سيمي دوم، يعني قبه عثماني، يبقى دخلت مملوكي على عثماني. طب تعالى بص على رمزيه بتاعه الشبابيك، انا عندي المماليك البحريه والمماليك البرجيه. دي مماليك بحريه ولا برجيه؟ شباكين وثلاث دوائر، يعني حاجه من الاثنين. لا كويت دي ولا ايه؟ العالم الامارات دي دبي. تمام. ودي مش صوره متركبه، دي صوره حقيقيه في منطقه اسمها بيزنس باي في دبي. يعني اذا دي العماره بتاعت ايه؟ احد العواصم في الدول العربيه والاسلاميه. هل احنا كده فقدنا خلاص اخر بوصله من الهويه بتاعتنا، واصبح ان كل معماري بيحاول يعبر عن ذاتيته الشخصيه بس بغض النظر عن المحيط العمراني بتاعها؟ ما هي دبي اصلا مدينه غربيه، يعني ما فيهاش حاجه اسلاميه. يبقى يعني اذا التحضر والتمدن دلوقتي عند مفهوم الاصلاحيين اللي في الوطن العربي ان الحضاره بتساوي الغرب. لا، كنت بقول ان هو الاسلاميك اركتكتشر ما انتهتش، بس هي بتبدا بطريقه مختلفه ومن عندهم هم مش عندنا احنا. يعني هم بره اللي بداوا يفهموا الحاجات دي ان هي كانت جميله، وبداوا يدركوها وبيحاولوا يطبقوها في حاجات بسيطه جدا من غير ما يكونوا عندهم معرفه كامله بان ده تطبيق للمبادئ الاسلاميه. بس هم بداوا يحاولوا يعملوا الدايناميك اليفيشنز عشان تعمل حاجات المشروبيات شبهها او هكذا. يعني فهي لحد ما تعتبر بتبدا كده بطريقه سطحيه طفيفه، بس مش اقتناع من عندنا احنا، هي اقتناع من الغرب نفسهم. يعني شقليد الى عماره مترسخه في اصول وقيم معينه، مش بس هي بتتشكل بالمجتمع اللي هي فيه، ده هي بتسعى انها تشكل المجتمع علشان تحقق مقوله وينستون تشرشل وباي that this is a reflection of society and eventually it will build the society that's going to live in the next generation. For this is the importance of architecture. So Islamic architecture. What is Islamic architecture بقى؟ الكالتشرال دايفرستي اللي موجوده في الاسلام، اللي هي موجوده في كل بقعه من دول تجد فيها الاشخاص، حيث ان كل واحد من الافراد بتاعه المجتمع في اي بقعه من بقاع الارض ليه طريقه اللبس المميزه ليه.
وبتجمعهم حاجة واحدة بس. إيه الحاجة المشتركة وإيه الحاجة المتغيرة في كل الثقافات دي؟ المشترك اللي هو الريليجن، لكن المختلف طريقة تطبيقها إزاي أو تأثيرها في المجتمع نفسه، يعني في اللبس أو في العماير أو في الطباع حتى. واحد شبه التاني. إذن من عبقرية العمارة الإسلامية إنها تستطيع أن تذهب إلى أي مجتمع فتمتص وتستنبط الخصائص المميزة لهذا المجتمع وتتأقلم وتندم وتزوب ذوبان كامل في هذا المجتمع بدون أن تفقد بصلتها القيمية والأساسية. يعني تحتفظ أن الجامع هو الجامع، يعني في مكان طاهر للوضوء، في مكان طاهر للسجود، في مكان يطلق ويرفع من عليه الأذان، في منطقة مميزة، علامة لاند مارك وهكذا، لكن شكلها إيه؟ ما تفرقش معايا في حاجة ولا تفرق معايا، لأن في الآخر هي عمارة قيم ومبادئ وسلوكيات بتتطوع في المكان اللي هي فيه، ولا يشترط أن تكون هذا النموذج المتكرر النمطي الممل الرديء الذي ينطبق على عمارة ميس فاندرو أو عمارة الكونية أو عمارة العالمية أو عمارة الموديول أو عمارة الجريد أو عمارة إن إحنا كلنا بقينا حاجة واحدة. ويمكن اللي حصل في الفترة الأخيرة دي من إجبار فيروس صغير على انغلاق كل مجتمع على ذاته وكل أسرة على ذاتها، عشان تكون فرصة لأن كل واحد يعيد اكتشاف هو محتاج يكون إيه بدون أن يتأثر بفكرة الذوبان والاندماج العالمي. It is the reflection of local culture and climate. علشان كده اللقطات اللي فاتت للأشخاص هتلاقي أن السلايد ده هي بتبين لك بالضبط نفس اللي حصل للأشخاص انعكس في ايه؟ في العمارة. في العمارة. فتجد ان الاندلس غير تركيا، غير الصين، غير الهند، غير اندونيسيا، غير ماليزيا، غير مصر، غير افريقيا، غير واشنطن، غير روسيا، غير اي حتة في العالم. كلهم مساجد ومفيش ولا مسجد منهم شبه التاني. العمارة الإسلامية اللي لسه كنتوا انتوا بتتكلموا عليها، اللي هي أثرت وغيرت في مفاهيم أكبر المعماريين العالميين، من أنتوني جاودي، من 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 ميس فاندرو، من فرانك لويد رايت، من لوي ساليفان، كل واحد من دول من المعماريين اللي هم بنبص لهم على انهم أقطاب المودرنزم، قد إيه هم نفسهم كانوا بيحاولوا يقلدوا العمارة الإسلامية في تفاصيل الزخارف وفي تفاصيل العمارة بتاعتهم. الحمد لله ان العمارة الإسلامية وان كانت النهاردة نادرة بالمفهوم اللي احنا عرفناه في الكورس، ما هياش منعدمة تماما. فنجد ان في العصر الحديث ده وفي الكام سنة الأخيرة بنجد ان في أمثلة لمساجد لما بتبص لها بتعرف قد ايه العمارة الإسلامية قادرة على التغير والتأقلم مع الظروف المحيطة ولن تنتهي ابدا. ده ايه المبنى اللي عامل زي ما يكون كمائن طوب؟ ده جامع واخد جايزة الأغا خان في بنجلاديش، معمول فقط بالطوب نظرا لفقر الموارد وقلة التكاليف، ولكنه يحتوي في طياته إلى أروع ما في العمارة الإسلامية الرمزية. بيت الرؤوف اللي المصممة المعمارية بتاعته أخدت جايزة الأغا خان، متصمم على أروع ما يكون في التعبير الإسلامي عن مبادئ العمارة الإسلامية بطريقة مودرن، ولا تحتوي على أي من الرموز التأثيرية التاريخية اللي متعودينها. حتى المحراب بتاعها باين على شكل مجرد خط بيدخل الضوء من نقطة معينة عشان يعرفك اتجاه القبلة. يبقى مين اللي قال ان لازم المحراب يكون مزخرف؟ انا عايز المحراب لوظيفة ولا لشكله؟ لوظيفة. ايه وظيفة المحراب؟ يعرف اتجاه القبلة. انا عايز القبة علشان شكلها حلو ولا عشان تدخل لي نور في النص؟ عشان تدخل لي نور. يبقى لما اقدر استعيد عن القبة باي طريقة اخرى لادخال الاضاءة، يبقى انا حققت مبادئ وفلسفة ونظريات العمارة الاسلامية. نفس الكلام ده واضح في كل ركن، حتى شهدنا التقارب الواضح ما بين الحركة اللي عملوها الفاطميين في جامع الاقمر، وهو كسر زاوية المدخل علشان تكون مع الشارع من جهة ومع زاوية القبلة من ناحية أخرى، بتتكرر النهاردة كفكرة وفلسفة، مما يدل على خلود وعلى استمرارية الأفكار الصالحة وعلى ترك الأفكار غير الصالحة. طيب وفي إيه كمان؟
تلاقي ان في نفس الوقت هتلاقي ان العمارة اللي بتطلع مثلا الجامع الكبير في ابو ظبي، هل هو فعلا مسجد على الطراز الاسلامي الحديث ولا لا؟ هنلاقي ان طبعا ان جامع الشيخ زايد في ابو ظبي هو تقليد لجامع موجود في الهند من الطراز، ولكنه معمول أونمس بنفس الفكرة بتاعت جامع شرم الشيخ اللي اتكلمنا عنه من شوية، أخذ مجموعة من الطرز ودمجها في بعض. يمكن الأنجح منها اللي موجود في الشارقة اللي بيحاولوا يقلدوا العمارة الإسلامية التركية اللي موجودة في 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 الدولة العثمانية القديمة ونقلها كما هي صورة طبق الأصل. التجديد موجود حتى النهاردة، بنلاقي ان في محاولات لنقل فكرة المدنة الملوية اللي موجودة في الدوحة اللي موجودة في جامع ابن طولون وتقلدها في المتحف الفن الإسلامي في الدوحة او في السولار بارك اللي موجودة فين في دبي. يبقى اذا when why does it continue to inspire؟ هي تعتبر حاجات يعني عالمية وبتطبق في كل حاجة وفي أدق التفاصيل في الناتشرال وفي النيتشر قصدي وفي كل حاجة يعني القدرة القدرة على التأقلم مع مع الثقافات والعناصر المختلفة بدون أن تفرض نفسها عليه. لأن هي أصلاً already يعني حاجة موجودة فينا إحنا كبني آدمين أصلاً. طيب فينا ككل حاجة. أنا في رأيي مبنية على فاليو. مبنية على فاليو. أنا في رأيي إن هما الأربع عناصر دول. أول حاجة it's pure architecture. يعني مش معتمدة على حاجات مفتوحة. ممكن نقفل المايك. it's pure architecture based on geometry and geometrical shapes, not pictures and statues. رقم اثنين it's universal but local. يعني it set the guidelines and principles, not the actual codes and rules, thus allowing cultural variation. رقم ثلاثة, it's function oriented. أول مرة نشوف عمارة form follows function يمكن 14 قرن من الزمان قبل ما كوربوزيه يدخل علينا هذا المفهوم. والنقطة الرابعة اللي هي إيه؟ أول systemization and use of modules in ornamentation, أول استخدام للزخارف في الفن. والنقطة الخامسة اللي هي climatically optimized يعني متأقلمة لبيئة كل منطقة علشان تحقق الكفاءة البيئية المطلوبة. وsocially optimized بتراعي الظروف والعادات والتقاليد المحلية اللي موجودة زي موضوع انها inward oriented rather than outward. The source of creative powers is not the brain as it may seem, but inside the human hearts. Architectural style is not governed by material conditions, by technology, or by science, because many styles have begun from nothing
without technology, without instruments. But not a single one began without a belief, an intention.